السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب اشوفكم في اتم صحة واحسن حال. وحشني خالص. دلوقتي انا جاية لكم بفيديو تخليل الليفت. شايفين يا حبايبي الليفت ده انا لسه شارياه، طبعا هنضفه واغسله كويس جدا واقطع منه الحاجات اللي انا مش عايزاها واظبطه، وبعدين نرجع تاني نشوف هنعمل فيه ايه. ودلوقتي حبايبي بعد ما رجعت لكم تاني نظفناه وخليناه زي الفل اهوت، اتغسل غسيل كويس جدا وبقى جميل جدا. شوفوا لونه اتغسل بقى كده، لازم يتغسل كويس خالص ويتنشف. ودلوقتي هقطعه. وعلى فكرة حبايبي بالنسبة للتقطيع يعني تعمليه قطع متوسطة مش كبيرة ومش صغيرة، عشان لما هيتلف بالملح دلوقتي الملح بيكرمشه وبتخلي القطعة بتصغر شوية، بتبقى متوسطة حبايبي، لا تبقى كبيرة ولا صغيرة. هنقطعه دلوقتي وهنشوفه بعد التقطيع والتكة اللي بتخليه يبقى مقرمش ويعيش معاكي فترة طويلة. على فكرة حبايبي انا بحب الليفت جدا ومن عشاق الليفت، وباكله دايما مع بيبقى ممتع جدا مع الكشري الاسكندراني والكشري المصري والفول طبعا. فدلوقتي هقطعه ونشوفه بعد التقطيع والتكة اللي احنا هنعملها ان شاء الله. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما قطعنا الليفت بقى بنفس الشكل ده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي القطع ديت. التكاية بقى اللي قلت لكم عليها ان احنا هنعمل ايه، ان احنا جبنا بقى لفيته بقى بالملح ومعلقة سكر، والتكاية اللي هو البنجر شايفين يا حبايبي البنجر ده انا لفيته بيه، مش بحطه كده في البرطمان بعدين، لا انا بلفه بيه بقى كله بالبنجر. ليه بقى انا بلفه بالبنجر؟ شايفين يا حبايبي البنجر ده اللي انا لفاه بقى اهو، كل ده بيتلف بقى بالملح بالسكر، معلقه سكر واحده بس، والبنجر اصلا فيه سكر وفيه ماده حافظه، عشان كده انا بحط البنجر معاه وهو بيقعد عليه ساعة بالملح او ساعة ونص بالملح. البنجر طبعا اللي ما تعرفوش عنه انه هو فيه طبعا مادة حافظة مع السكر اللي فيه السكر الطبيعي، فبيديله القرمشة واللون الاحمر الجميل اللي انتوا بتشوفوه ده، بتبقى ميته بقى تبقى زي السكر تتشرب على طول. فلما تجيبوه لازم تجيب معاه بنجراية كبيرة وتقطعوها حتت زي الليفت بالظبط وتحطوها عليه وتلفوه بيه وبالملح ومعلقه سكر، دي اللي هتديله بقى القرمشه وهتديله فتره طويله ما يتراش ويفضل زي ما هو طازه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما يقعد بقى ساعه كده او ساعه ونص كده في الملح هنحطه في البرطمان وتشوفوا الشكل النهائي بتاعه. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما اللفت بقى، بصوا بعد ما قعد ساعه زي ما قلت لكم شوفوا المنظر عامل ازاي، شايفين الميه بقى بتاعت البنجر تتشرب والله شربات فراوله. يا ريت يا حبايبي خارج مصر وداخل مصر ما تنسوش الشير واللايك، والمشاهدات قليله عندي خالص يعني حبايبي، يا ريت اللايك والشير كده والاشتراك في القناه من فضلكم. خارج مصر وداخل مصر ما تنسونيش يا جماعه. هنعبيه بقى، نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ونعبيه. لازم يا حبايبي يكون برطمان ازاز، لازم يا حبايبي يكون برطمان ازاز احسن، لان البلاستيك بيتفاعل مع الملح وبيطري المخلل. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بعد ساعه اهو هنكمل الكميه كلها وارجع لكم. يلا دلوقتي يا حبايبي بعد ما عبينا بقى المخلل بنحط له بقى الميه بالملح بتاعته كده المقدار بتاعه، بس كده يا حبايبي بيبقى ايه متغطي بس كده خلاص ونغطيه. ويا رب كده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم ونور رضاكم، وما تنسونيش يا حبايبي بقى في الاشتراك واللايك خارج مصر وداخل مصر، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.